انا اسف. هو انت يعني تقصد ترمي نفسك قدام عربيتي؟ لا انا كنت اقصد. اهلا. واضح الاسئله اللي بتودي الداهيه. وداني يمكن ما بحبش وداني. هو دلوقتي حاليا يعني ان الواحد يكح او يعطس في وسط الناس بقت مخجله جدا اكتر يمكن من اي حاجه. كان في روايه اسمها ربع جرام، كانت من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا. كانت بتحكي عن المخدرات والادمان وقصة شباب دخلوا في الإدمان وبعدين إزاي في واحد خرج منها، وطبعاً في ناس مخرجوش. ومن الروايات اللي أثرت فيها قوي لأن أنا وأنا بقراها عيطت حوالي يمكن 3 مرات. كان في مواقف فيها قوية قوي. كذبت قبل كده؟ لا، عملت أكتر من كده كمان. أنا وأنا صغير كنت كونت أنا وأصحابي عصابة، يعني نقدر نقول عصابة صغيرة كده. كنا في ثالثة ابتدائي يمكن ولا حاجة كده، وكان في فصل قدامنا الناحية التانية في المدرسة. الفصل كانوا بيعملوا زي حاجات فنية كده بمجوهرات وكريستالات ومش عارف ايه، مش مجوهرات، هم كريستالات واحجار وحاجات كده. وانا واصحابي قررنا ان احنا نعمل شلة مع بعض نسرق المجوهرات بتاعت الفصل الناحية التانية دي. وكل يوم بقينا نسرق، كل واحد بينقي حاجة ونسرقها. وبعدين الخطه بقى اللي انا طلعت بيها ان انا عارف ان انا برجع بحاجه مش بتاعتي. امي بتسالني دي جبتها منين وبتاعت مين ومش عارف ايه، يعني بتركز قوي في فكره انها انا الحاجه دي جبتها منين. فاتفقت معاهم ان احنا كل واحد فينا هيقول ان التاني مديها له. فورجعت بقى بالحاجه لمامتي، فكل يوم برجع لها بعقاد وحاجات. فامي بتقول لي بتجيب الحاجات دي منين، فبقول لها مامة صاحبي بتديها له وهو بيديها لي. ففي الاخر كلمت مامة صاحبي، ما كلمتش صاحبي شخصيا، كلمت مامته قالت له هو انت اديتي لابنك الحاجات دي؟ اديها لعمر. فقالت له ما اديتهوش حاجه. فطبعا الكذبه اتقفشت واتبلغ عننا في المدرسه واترفدنا، وكانت قصه يعني. رجاله اكتر. عمري ما عرفت اصاحب ستات قوي، مش عارف ليه. كانت دايما بتقلب يعني بمش صحبي. الأسئلة اللي بتودي الداهية. أنا شخصيا لا، الفكرة نفسها فيعني بس أنا شخصيا لا. هو اللي يعني الجواز لوحده حمل، فالواحد مش ناقص أحمال أكتر من كده. فهو مش بسبب إن الأنثى. لا، مصر ما عايش براها، مع اني كان عندي الاوبشن كتير. وحقيقه سافرت برا وعشت هنا، عشت في استراليا فتره. ما بدلش بلدي باي بلد تاني، ما اقدرش. اسعد يوم في حياتي كنت متخيل ان هو هيبقى يوم لما ابني اتولد، بس ده ما كانش اسعد يوم في حياتي. اسعد يوم في حياتي لما ابني ضحك لي. ده كان لما عملت له حاجه ضحكته. يعني انا كنت متخيل ان هو يوم ولادته ده كان اسعد حاجه، بس لقيت ان سعادتي كانت اكتر لما ضحكني. شكرا. واضح.